السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مكملين مع الايكويست. طبعا هو بيتطلب منك بعض الداتا بتبدأ ان انت تدخلها، زي اللي تقول مثلا هنا هتخليها مثلا الكتريكال او هتخليها جاهز زي ما انت عايز. الحاجة لو هي زي ما هي هتبقى لون اخضر، لو انت عدلت فيها بتاخد اللون الاحمر. ومن نتيجة ان انت اخترت حاجة من هنا الساعات بتطلع شاشات زيادة او ناقصة، يعني هما 41 شاشة بس ممكن ما تلاقيهمش كلهم لان انت اخترت اختيار مثلا مش موجود. يعني مثلا هنا هتلاقي 9 13 10 و11 12 لو انت عدلت التعديلات اللي موجودة هنا. في تعديل مثلا يظهر لك 10 وتعديل يظهر لك 8. يعني هو بيطلب معلومة، لو هي مطلوبة الشاشة هيبدأ يجيبالك. ممكن انت تكون انا مش هستخدم النوع ده من التكييف او مش هستخدم النوع ده من كذا، فهو يبدأ ان هو يخفيها. طيب خلي بالك احنا دلوقتي في الشاشة 36، لو قلت له نيكست هينقل ل 41 نتيجة ان في بعض الحاجات زي ما قلنا مش محتاجينها. فبيطلب منك معلومات بسيطة خالص بقى، البروجكت انفورميشن و الحاجات دي كلها. تمام. طيب هقول له فينش، فتبدأ تظهر معانا الشاشة بالشكل دوت 2D 3D بالشكل دوت. تقدر تعمل سيلكت على اي عنصر وتقول له مثلا عايز الروف، فيبدأ يعمل سيلكت على الروف. ممكن تعمل سيلكت وتقول له انا عايز سيلينج، تقدر تشوف البروبرتيز بتاعت السيلينج بتاعت السيلكت بالشكل دوت اهو، ويظهر معاك كل المعلومات الخاصه بالسيلينج بالفلور بكل الوول، تقدر تختار كل واحده فيهم. فيبدا يجيب لك الداتا بتاعتها وتقدر تعدل لو انت حابب في الداتا. البروبرتيز هي بتاعت السيرفيس، وعندنا سبريد شيت اهو في كل الانفورميشن وكل العناصر الموجوده، وده السمري. طيب تقدر تقول له هنا انا عايز الكومبوننت تري، فيبدا يجيب لك كل حاجه. هنا مثلا الجلوبال بارامتر تقدر تدوس هنا وتقول له كريت جلوبال بارامتر. الجراوند فلور تقدر تشوف البروبرتيز بتاعتها. الاكيوبمنت اللي متعلقه بيها، الدي لايت. لو قلت له بقى يس هتبدأ بقى تتفاعل معاك العناصر. طيب هو بيقول لك يو ماست سيلكت ذا مود منيو بار اوبشن اند سويتش مود تو ديتيل داتا. اه بيقول لك حولها لديتيل داتا قبل ما تبدأ في انك تعدل في الداتا اللي هنا. اللايت طيب خليني اقول له دان، وهتيجي هنا في المود وتقول له ديتيل داتا، وبعد كده هقول له بروبرتيز دي لايت. تقدر بقى تغيرها ليس وتبدا تدخل الداتا اللي انت عايزها. طبعا عندنا هنا كل الداتا تقدر انت تعدل فيها. الماتيريال اللي احنا المستخدمه تقدر تقول له بروبرتيز وتبدا تدخل في الماتيريال. الاكتف بيلدينج ماتيريال تقدر ان انت تعدل فيها، تقدر تحدد سيكنس وتقدر تحدد المواصفات بتاعتها، وكذلك الجلاسز هو برضو. وعندنا بقى السكادول، فتقدر تدخل على السكادول. كل الاسكادولات بيبقى متقسمه انيوال وويك وداي، تقدر تخصص مثلا لاسبوع معين معلومه معينه، او تقدر ان انت تخصص ليوم معين تقول له ده لي جدول معين. ده بقى الساعة. تمام. من الساعة كذا للساعة كذا، ممكن يكون مثلا في الساعة دي عندك قيمة معينة عايز تدخلها مختلفة، فتقدر ان انت تعدل فيها. عندك كل الساعات هي موجودة، يكون عندك كل الايام من اول ماندي لسندي، وبعد كده لو في يوم هوليدي او في يوم صمم ان هو هيتنج ديزاين داي، او في يوم تاني عكسه كولينج ديزاين داي. لو انت عايز تدخل قيم مختلفة تقدر انت تدخل اي قيم انت محتاجها. طيب ممكن تيجي هنا البروجكت سايت تبدأ تشوف المعلومات الخاصة بيه. البيلدينج شيل برضه يبدأ يظهر لي البيانات الخاصة بيه. ممكن تقول له انا عايز اتحكم في الانترنال لودز، عايز اتحكم في الووتر سايد اتشفاك، فيبدأ يجيب لي الرسمة ديت. تمام. تقدر تعمل سيلكت وتعرف كل الداتا اللي انت عايزها بالشكل ده، تقدر تعدل فيها، تقدر تعمل كرييت لحاجة جديدة.
وكذلك الاير سايد اتش فاك يبدأ يجيب لنا الداتا. وأقدر أعمل زون أساين وأي حاجة من دول. ممكن تيجي تعمل هنا تقول له أنا عايز أشوف الزون أساين، أو عايز ألغي ديت، أو عايز ألغي ديت، أو تيجي هنا وتقول له أنا عايز أشوف البروبرتيز، فيبدأ يجيب لي كل الداتا الخاصة بيها، الكولينج والباور، وتقدر إن أنت تعدل فيها الداتا، بحيث لو في مثلا جبت مكنة معينة وعايز تعدل الداتا بتاعتها تقدر إن أنت تدخل وتعدل الداتا بسهولة. اليوتيليتي وإن شاء الله مكملين مع بعض شرح البرنامج.